نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثيرا ما نستعين بالله على أمور الدنيا، وقليلا جدا ما نستعين به على أمور الدين، فنظن أنها أي العبادات متيسرة لنا بعكس أمور الدنيا فهي متعسرة، فما التوجيه حفظكم الله؟ لا بالعكس يا أخي، اهتم بأمور الآخرة وأمور العبادة أهم من اهتمامك لأمور الدنيا، اعكس هذا الأمر. نعم.